يا بابا اللي انت عامله ده. انا مش قلت بلاش الزفت التدخين ده؟ اكبر كده. اسم الله عليك يا بابا. بابا انت واقف كده ما تروح تجيب كوبايه ميه كده برضه يا بابا. مش الدكاتره مانعين التدخين؟ انت بتضحك على ايه ولا على نفسك؟ عايز تعمل في نفسك حاجه؟ والله يا بنتي هو اللي قاعد يحلف بالطلاق لاخد منه نفسين. انا برضه يا استاذ حسن وحلفت طلاق كمان. طيب يا استاذ حسن والله العظيم يا بنتي هو اللي اصر ياخد معايا نفسين كده برضه يا محمود. هو التدخين ده مش ممنوع؟ بلاش الزفت ده. اشرب الميه يا بابا اشرب. حاضر. بسم الله. شف متشكر يا ابني متشكر. هو مين الاستاذ ده يا ليلى؟ ده الاستاذ ادهم الشرقاوي يا بابا. ادهم الشرقاوي. ازيك؟ أهلاً. اهلا حضرتك الاستاذ ادهم الشرقاوي؟ الله. حضرتك بتاع الصور والكروت؟ عايزك يا محمود تعالى معايا يا بابا. انا عايزاك تعالى تعالى. انا عايزك اتفضل. جاي اهو. فعلا شبه ليلى الخالق الناطق. سبحان الله يخلق من شبه 40. واسمها ليلى برضو. ايوه يا فندم ليلى الدرديري. بابا هو ما فيش حد في عيلتنا او في عيلة ماما الله يرحمها اسمه درديري؟ ابدا يا بنتي عمري ما سمعت الاسم ده لا في عيلتي ولا في عيلة امك الله يرحمها. الله يرحمها. مش عارف اقول لك ايه يا ابني. طب انت ما عندكش اي معلومات عنها؟ هي منين؟ عايشه ولا لا؟ هو الحقيقه انا ما بقاليش كتير هنا يا فندم وما لحقتش اعمل اي حاجه. بس الحاجة الوحيدة اللي قدرت أعملها إني عملت ريسيرش على الإنترنت على اسمها بس ما طلعليش أي معلومات. نت إيه بس يا أستاذ أدهم؟ إحنا هنا مش في إنجلترا إحنا في مصر. يعني أعتقد هنا هتحتاج شغل أكتر بكتير قوي. طب ما سألتش عنها في العنوان اللي في الشهادة دي؟ راح يا بابا ولقى العمارة اتهدت واتبنى بدلها برج ومحدش يعرف عنها أي حاجة. وأنت شرفك؟ يعني إيه شرف؟ ما هو اللي قال لي. طيب بقول لك ايه؟ ما حاولتش تأجر مخبر سري زي اللي بنشوفهم في الافلام؟ هو الحقيقه انا يا فندم ما اعرفش اي حد هنا. لو حضرتك تعرف يا ريت. يا ابني انا اعرف مخبرين سريين منين؟ لا لا ولا انا كل اصحابي في السياحه حضرتك. ايه ده؟ ما شاء الله انت عندك الجنسيه الانجليزيه. بس انت بتتكلم مصري كويس قوي. ايوه يا فندم هو والدي كان عاوزني اتعلم اللغه العربيه والمربيه بتاعتي كانت من مصر غير اني طبعا ابويا كان بيكلمني بالعربي طول الوقت. ما شاء الله ونعم التربيه. بس عايز صراحه بقى اللي عمله فيك ابوك ده مش صح. ازاي يحرمك من امك ويحرمها منك؟ يا احنا لازم نطلع فوق بعد الحقنه. استني بس يا ليلى نطلع فوق ايه دلوقتي؟ مش لما نشوف مشكله الراجل الاول؟ شوف يا استاذ انا قررت اساعدك. هتساعده ازاي يا بابا؟ يعني اخده ونروح مصلحه الاحوال الشخصيه ونحاول نطلع صوره من شهاده ميلادها او يعني شهاده وفاتها لا قدر الله. لا قدر الله. بس بعد اذن حضرتك انت صحتك تعبانه ما تستحملش المشاوير دي ممكن تتعبك قوي. يا بنتي الموضوع ده مش عايز صحه ولا حاجه هو مجرد هاخده وروح المصلحه واديني بتسلى بدل قعدتي في البيت. قولي انت ساكن فين؟ قاعد فين يعني؟ قاعد في فندق في وسط البلد. فندق؟ لا يا ابني ده انت موضوعك ده عايز وقت طويل قوي. بس تاهت والإناها. احنا فوق مننا شقة محندقة كده صغيرة للإيجار. ايه رأيك بقى لو تاخدها وهو تبقى جنبنا؟ مش كده يا ليلى؟ الحقنة. طيب يا ابني فرصة سعيدة قوي. ربنا يخليك يا فندم. وهنشوفك بكرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب مع السلامة. شكرا. ثانك يو. يا أهلا اتفضل مع السلامة. اتفضل. لا اتفضلي انت. اتفضل حضرتك هات ايدك. انا اقدر اطلع. ماشي
شعور اللي انت بتعمله ده مش اوفر شويتين؟ هنبتدي الاسطوانه. ها خبي ما فيش عندي غني ليلي ونحن هدري الأستاذ حسن موجود؟ الأستاذ حسن ساكن قصادي وهو في شقي. طب أنا آسف، I'm sorry. أنت مين بقى؟ We're friends. أنا صحاب وجاي أعيش في العمارة دي إن شاء الله. أعيش في العمارة دي؟ آه. أنت تعرف الأنسة ليلى؟ Sure، أعرفها آه. احنا هنتجوز. اوكي ريلي مبروك. كونجراتس. طب عن اذنك صح كده يا فتحي، المجتمع لازم يعرف. أحبك في الليالي الدافئة، أحبك في الليالي الباردة، أحبك في الليالي المشبسة، أحبك في الليالي المقمرة. الله الله. أحبك في الليالي اللي نص نص. الله الله عليك. ها؟ ايه رايك بقى في الفيو؟ هايل. دي شايفه النيل؟ اه طبعا تحفه بصراحه. الشقه جميله وموقعها هايل. انا كنت متاكد انها هتعجبك. والايجار 2000 جنيه في الشهر ومفروشه ومش ناقصها اي حاجه. 2000 جنيه في الشهر يعني حوالي 200 جنيه استرليني. فعلا دي رخيصه جدا. تعرف حضرتك لو حبيت تاخد شقه زي دي في لندن هتبقى بكام؟ اقل حاجه 5-6000 جنيه استرليني. قلبي سلامة قلبك. شايف مصر حلوه ازاي؟ ابويا كان دايما بيقول لي مصر حلوه باهلها. وانا فعلا دلوقتي ابتديت افهم معناها. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على تعبك معايا. تشكرني على ايه يا ابني؟ المهم ان احنا نلاقي ست والدتك. مبروك على الشقه. الله يبارك فيكي. ان شاء الله تكون عجبتك. هايله هايله بصراحه. انا عامله صفه ليه قلت تدوقها معانا. تسلم ايدك. بكره ان شاء الله هنروح ونحاول نطلع صوره من شهاده ميلاد ست والدتك. يا سلام يا ريت. معلش هتعبك معايا. تعب ايه يا ابني؟ ده لسه بعدين التعب جاي. يلا بقى مبروك على الشقه يا استاذ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك. الله يبارك فيك ومبروك ليكي. ليه انا على ايه يعني؟ اه الجواز. ايه جواز؟ جواز جواز حضرتك. انا قابلت راجل تحت في الدور اللي تحتيه وقال لي ان حضرتك وهو هتتجوزوا قريب. يا نهار اسود، هي حصلت لي كده؟ الراجل ده اكيد اتجنن. استني 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 جاي معايا. مش هستنى عشان ده لو اتجنن الجنان ده يبقى على دماغه هو مش على دماغي انا. جيد عليك يا فتحي، جيد عليك، جيد عليك. بلاش فضايح. بلاش فضايح يا بنتي. بلاش فضايح. افتح يا استاذ فتحي. علينا افتح عشان ما يسحش. يا ليلى ارجوكي. يا ماما
ينفع اللي عملته ده يا فتحي، اللي عملته ده يا فتحي، اللي عملته. حقك عليا يا بابا، حقك عليا. طب ليلى افتحي العربية طيب بسرعة. لف يا مي من الناحية التانية. بس تعرض لأزمة نفسية كبيرة أو لضغط عصبي كبير، فعنده كسوف شريان تاجي. كسوف الشريان التاجي؟ أيوة فندم، إن شاء الله بسيطة. نعمله شوية تحاليل ونعمله قسطرة. قسطرة؟ بسيطة خالص إن شاء الله، بسيطة. وبعدها هيبقى كويس؟ إن شاء الله نحجزه يومين ثلاثة ونتابع الحالة، إن شاء الله يتحسن بعد كده بإذن الله، إن شاء الله. أنا بس عايز من حضرتك تمضي لي على الإقرار ده بالموافقة على القسطرة. اتفضلي. هنا حضرتك. بس بعد اذنك طبعا هتنزلي الحسابات عشان تعرفي التكاليف كام. اشوفه بس لو سمحت. ما ينفعش يا فندم. ارجوك يا دكتور لازم اشوف. يا هانم ما ينفعش، انا مديله حقنه من اولها، هو هيبقى مش هيحس بيكي خالص اصلا. روحي النهارده وتعالي بكره تطمني عليه. بعد اذنك. انا نسيت شنطتي، استنوني هنا هروح البيت بسرعه اجيب الشنطه واجي. مفيش داعي، مفيش داعي يا ليلى، انا معايا كريدت كارد ممكن ندفع دلوقتي. شكرا قوي يا استاذ علي. يلا انا اول ما اوصل البيت هدي لك الفلوس على طول. مفيش مشاكل. على ايه؟ ولو احتجتوا اي حاجه انا النهارده موجود فوق. ميرسي، كتر خيرك. ولو حبيتوا تروحوا بكره المستشفى ومحتاجيني اروح معاكوا انا موجود وفاضي. لا مفيش داعي خالص تتعب نفسك. اكيد اكيد. طيب اوكي، يلا تصبح على خير. وانت من اهله، تصبح على خير. تصبح على خير. لسه عايش. الحمد لله الحمد لله يا رب. انت بتحبني والله العظيم، بقيت انت بتحبني يا رب. انا بشكرك يا رب جدا، بشكرك يا رب جدا. الحمد لله حسن لسه عايش. احب حسن حبيبي صاحبي، بحبه قوي. انا مش غيره. الحمد لله حسن، حسن لسه عايش يا رب، يا رب. الحمد لله احب حسن لسه عايش، حسن لسه عايش. مايويا لسه ما نمتيش؟ مش عارفه انام، مش عارف. ولا انا. تعالي جنبي، تعالي في حضن اختك حبيبتك يا جميله. قلقانه على بابا؟ بابا هيبقى كويس ان شاء الله. خايفة عليه قوي.
البيت مالوش اي طعم من غيره. يبقى نايم نم مطمنين صح؟ طبعا صح. بس اطمني يا حبيبتي، معلش أزمة وهتعدي وهيرجع ينور بيته بيبقى في حضني أنا وحبيبي. لولا فاكرة بابا كان بيغني لنا إيه وإحنا صغيرين؟ طبعا. طب إيه بقى؟ البنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات طفاتي في تا تا تا. أحبك يا مايويا. أنا أوي حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. ويخليكي يا حبيبتي ويحفظك.